اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من برنامج في المنتصف. وكالعاده نبدا من غزه. ففي اليوم 286 من العدوان على غزه اوقعت غاره اسرائيليه شهداء وسط القطاع، وتزامن ذلك مع قصف مكثف على مناطق اخرى شمالا وجنوبا. اما في الضفه الغربيه نفذت قوات الاحتلال في وقت مبكر اليوم اقتحامات جديده شملت مدنا وبلدات عده، وتعرضت لاطلاق نار من مقاومين في نابلس. أما سياسيا وعلى وقع خلافات داخلية، حذر مسؤولون إسرائيليون من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى بجد إلى إفشال صفقة التبادل المحتملة تحقيقا لمصالحه السياسية، معتبرين أن الظروف نضجت لإبرام مثل هذه الصفقة. حول هذا الموضوع سعيدني أن يكون ضيفي من القدس الدكتور علي الأعور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور علي، بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساك. تحياتكم إلى السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور علي. إذا ما بدأنا من صفقة تبادل الأسرى التي تحدث الجميع على أنها نضجت، وزير الدفاع بالأمس يقول يجب أن نقيم صفقة تبادل أسرى الآن أو أننا لن نجد أسرى بعد ذلك بالأساس، لماذا ما زال نتنياهو عنيدا في هذه المسألة؟ نعم، هما وزير الأمن يوآف جالانت و جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي يريد صفقة تبادل الأسرى، ولكن الجديد يوم أمس كان هناك خطاب لحركة شاس ممثلا بالحاخام الأكبر لإسرائيل الحاخام إسحاق يوسف عبادية، عندما قال يجب تنفيذ صفقة تبادل الأسرى وتحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين. أنا بتقديري هذا تطور جديد وتطور مهم جدا في الضغط الداخلي على نتنياهو. ولكن أعود إلى سؤالك الكريم، لماذا حتى هذه اللحظة ما زال نتنياهو يملك القرار الأمني والسياسي؟ وأيضا في خبر عاجل للتو في صحيفة دعوات عرنوت وصحيفة هارتس، نتنياهو لن يوقع على صفقة تبادل الأسرى إلا بعد عودته من خطابه في الكونغرس في واشنطن. إذن هذا تطور مهم جدا. أيضا أصبح واضح نتنياهو ليس يفشل وليس يعطل ويمنع، بل أنه لن يوقع على صفقة تبادل الأسرى حتى عودته من واشنطن وخطابه في الكونغرس. أيضا هذا تطور مهم. إذن هناك انقسام داخلي كبير، هناك انقسام مجتمعي كبير جدا في داخل إسرائيل. ربما المجتمع الإسرائيلي كله يريد صفقة تبادل الأسرى باستثناء شخص واحد اسمه نتنياهو لعدة أسباب. السبب الأول، أولا أصبح واضح تماما نتنياهو يفعل ويعمل من أجل مصالحه السياسية الشخصية، هذا أصبح واضح تماما. ولكن هناك أسباب أخرى تحتم على نتنياهو وتمنعه من توقيع صفقة تبادل أسرى. أولا نتنياهو يعلم جيدا بأنه لن يمنح بايدن أي إنجاز دبلوماسي أو إنجاز سياسي في هذه المرحلة، لأن نتنياهو أصبح واضح تماما تدخله في الانتخابات الأمريكية ودعمه للمنافس ترامب، وهو يعول على ترامب وفوزه في الانتخابات الأمريكية. هذه نقطة. أما النقطة الثانية تتعلق بخروج الكنيست إلى إجازة صيفية من نهاية هذا الشهر يوليو الجاري حتى بداية نوفمبر القادم. والنقطة الثالثة أن نتنياهو لا يريد أن يتعرض إلى مزيد من المحاكمات ولجان التحقيق في هذه المرحلة، خاصة إذا تمت هناك هدنة، وبالتالي لن يوقع على صفقة تبادل الأسرى خوفا من محاكماته، لأنه هو متهم أصلا بثلاث قضايا: فساد وخيانة الأمانة وما إلى ذلك، وأيضا لجان التحقيق حول 7 من أكتوبر. إذا نتنياهو لن يوقع على صفقة تبادل الأسرى. الأسرى الإسرائيليين لم يعودوا جزء من فلسفة أو أولويات نتنياهو، وبالتالي دعنا نعود إلى حجم الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي. هناك انقسام على المستوى الأمني والعسكري. وزير الأمن يوآف جالانت يعرف جيدا خسائر إسرائيل يوميا من المقاومة، يقتل أعداد من الجيش، جنود وضباط وعشرات الألاف من الجرحى. المستشفيات لم يعد تتسع للجرحى من الجيش الإسرائيلي. المقاومة ما زالت مستمرة، كتاب القسام، سرايا القدس. إذا نحن أمام تطور كبير جدا. هذا التطور ربما يشكل أيضا عامل ضغط على نتنياهو، ولكن بكل تأكيد نتنياهو لن يوقع على صفقة تبادل الأسرى حتى نهاية هذا الشهر.